دكتور فرحات، يعني ما الحلول السليمة التي يراها علماء النفس في إيصال المعلومة إلى الطالب؟ يعني هذا في هناك سؤال بعد هذا، ولكن هناك العديد من الوسائل للعقاب، حتى نستطيع أن نوجه أو نعدل سلوك هؤلاء الطلاب أو هؤلاء التلاميذ. فلدينا من بين هذه الطرق هي عملية التعزيز الإيجابي، يعني نعزز الطلاب أو نعزز هذا التلميذ بكلمة شكرا أو بالتصفيق مع التلاميذ أو بإعطائه هدية بسيطة أو إن كانت قلم، هذه ترفع من الروح المعنوية لهذا التلميذ، لهذا هو يشعر بأنه مميز وأنه مهتم به داخل الصف، لهذا لابد أن هو يحاول أن يرفع المستوى لديه بشكل أحسن وبشكل أفضل، لأننا في عملية الضرب نحن في هذا العقاب لا أعتقد أن أي مبنى موجود هو بنية العلوي هو الأول، لابد أن نبدأ من الأساس من القاعدة. إذا المعلم وصل إلى عملية الضرب، هل لديه وسائل أخرى هيستعملها لتعزيز سلوك الطلاب؟ لا أعتقد، ولكن ربما نقوم بالتعزيز ومن ثم تعديل السلوك. هذا التعديل للسلوك لابد أن يقترن مع البيت، لابد عندما نقول أنني سوف أعدل سلوك هذا التلميذ بأن هو لديه سلوك عدواني أو لديه سلوك نمطي أو لديه أي سلوكيات أو ناتجة عن تعنيف المعلم، لابد أنني نعمل ربط بين هذه المدرسة وبين البيت. دكتور فرحات، أشرتم قبل قليل. نعم دكتور فرحات، يعني